فضلت الدكتور عايز تقول حاجة. دكتور عمر تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس جمهورياتنا الكريم وقائد مسيرتنا العظيم، الحفل الكريم، تحية تقدير وإجلال ومحبة في هذا اليوم المشهود الذي نسعد فيه بالاحتفال بليلة القدر، ليلة نزول القرآن الكريم، الدستور السماوي الذي صانه رب العزة وحماه وتكفل بحفظه حين قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحين قال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. ورأينا حتى الأعداء للقرآن يشهدون له، فقال قائلهم قديماً: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ما يعلى عليه. وسمعه الجن فانطلق مردداً في الآفاق: إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً. سمعه أحد المستشرقين فآمن بالقرآن وبمن أنزل القرآن وبمن أنزل عليه القرآن، وقال: لو وجد هذا الكتاب، أي المصحف، في فلاه، يعني في صحراء، ولم نعرف من جاء به، لعلمنا أنه من عند الله. من هنا كان جديراً بنا أن نلتقي في هذه الرحاب المباركة في هذه الليلة العظيمة مع قائد مسيرتنا ورئيس جمهوريتنا، الذي أقول له: لمصر في عهدكم عزم وإصرار ألا يبيت بها عنف ولا عار. لمصر في عهدكم عزم وإصرار ألا يبيت بها عنف ولا عار. نحيت عنا ظلاما طالما عثرت فيه خطانا، وعانى الأهل والجار، واليوم جاءت بكم حين اصطفتك لها، واليوم جاءت بكم حين اصطفتك لها، وللقيادة عند الله أقدار. بالأمس قدت بها جيشا له همم للحق والنصر والعلياء جرار، واليوم جاءت بكم تمشي على قدر وأنت في ركبها شهم ومغوار، تقصي الخيانة، تقصي الغدر عن وطني، فليس يصلح خوان وغدار. أقمت مشروع خير طالما عثرت فيه خطانا، وأقمت مشروع خير طالما رغبت في مثله قادة فينا وسوار. هذه قناة السويس اليوم قد سعدت بأختها، وعطاء الله مدرار. يا رب، أقمت مشروع خير طالما رغبت في مثله قادة فينا وثوار. هذه قناة السويس اليوم قد فرحت بأختها، وعطاء الله مدرار. يا رب وفق خطى السيسي قائدنا، فأنت يا رب للأبرار تختار.